اهلا بكم مشاهدينا وحلقه جديده من زينه. زي ما تعودتوا معانا دايما بيكون معانا فقرات بتهم الاسره المصريه والمراه بشكل خاص. حقيقه اولى فقراتنا النهارده هتكون خاصه باستخدام المواد المطهره والمنظفه بشكل امن على الجلد. كتير جدا مننا بيفرط جدا في استخدام المطهرات والكحول، ولكن هناك نسب ومعايير مهمه جدا ان احنا نتبعها بحيث ان احنا نحافظ على جلدنا. هنتكلم عن هذا الموضوع مع الدكتوره هبه الخضراجي، اخصائي جلديه وتناسليه. فقرتنا الثانيه طبعا كلنا بنعاني من ازمات مختلفه، وبالتالي لابد ان تكون للمراه يكون ليها دور في اداره هذه الازمات، كيفيه التعامل مع الازمات وكيفيه استخدام الحكمة والصبر في إدارة هذه الأزمات. هتكون من خلال لقائنا مع الدكتور مجدي الفرماوي، أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية السادات. نلتقي مرة أخرى بعد الفاصل وأولى فقرتنا. بنعود مرة أخرى مشاهدينا فقرتنا الحالية، كيفية استخدام المطهرات والمنظفات بشكل آمن على الجلد. هي كلنا عندنا نوع من الإفراط في التعامل مع المنظفات، بشكل في نوع من الإفراط شديد جدا، وأحيانا بنزود الجرعة بشكل مبالغ فيه وده بيضر الجلد. هيا نتكلم عن كيفية استخدام هذه المطهرات بشكل آمن وسليم على الجلد من خلال لقائنا مع الدكتورة هبة الخضراجي، أخصائي جلدية وتناسلية. أهلا بك دكتورة. أهلا بحضرتك. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيبة. عندنا الحقيقة يعني في ظل وجود الكورونا كلنا بنحب ان احنا نحافظ على صحتنا، واهم شيء في الحفاظ على الصحة والوقاية من هذا الفيروس هو استخدام المطهرات، منها طبعا ان احنا نغسل ايدينا بالميه والصابون. ليه بنستخدم الصابون وليه هو بيقضي او بيقتل الفيروس؟ هو الحقيقه ده راجع لتكوين الفيروس نفسه. الفيروس هو عباره عن جزيئات صغيره، الجزيئات دي بتتجمع مع بعضها عن طريق طبقه او غلاف دهني، ونظرا لقدره الصابون على ان هو يفتت الدهون، ده بيخلي انه استخدام الصابون مع الفيروسات ان هي تتفتت الاجزاء بتاعتها وبالتالي يتم القضاء عليها. بس ده بيحتاج طبعا مده معينه، يعني مش قبل 20 ثانيه. الدراسات الحديثه كلها بتقول انه مش قبل 20 ثانيه علشان نقدر نقضي على الفيروس عن طريق استخدام الميه والصابون. طيب الطريقه المثاليه او السليمه، يعني دايما الدكاتره كلهم بيقولوا لمده 20 ثانيه، ان انا افضل اغسل ايديا لمده 20 ثانيه بشكل متوازن، وان يكون طبعا غايه المنطقه دي مثلا الصابون والميه. وهل استخدم الميه تكون فاتره ولا سخنه ولا بارده؟ لانه في ناس كتيره جدا بيكون عندها حساسيه من الميه السخنه. طبعا هي الميه السخنه من العادات السيئه، لان هي اصلا بتساعد على انها تشيل الطبقه الدهنيه اللي بتبقى موجوده على سطح الجلد. الطبقه الدهنيه دي بتبقى مهمه جدا في الاحتفاظ بجزيئات الميه وترطيب البشره، فبالتالي اول ما بتتشال الطبقه دي بيبتدي الجلد يخش في جفاف، ويبتدي الموضوع يزيد بقى مع استخدام الكحول والمطهرات عامه والمنظفات، يبتدي الطبقه دي تتشال تماما ويزيد الجفاف، ممكن يوصل الموضوع لتشققات واكزيما اللي بنسميها الاكزيما التلامسيه. بالنسبه للسؤال بتاع انه ازاي نغسل ايدينا بالطريقه السليمه، هو في طريقه معينه لغسيل الايدين علشان نبقى متاكدين 100% انه الصابون مغطي كل اجزاء الايد. الطريقه العاديه بتاعتنا اللي هو بنحط الصابون بين ايدينا ونبتدي نعمل كده، دي مش بتبقى كافيه. انا كنت جايبه فيديو علشان خاطر معايا الطريقه السليمه لاستخدام الصابون والميه. لكن احيانا بتجدي انه الناس من كتر ما بتستخدم مثلا نسبه عاليه من الكلور مثلا على الميه، ايه النسب المظبوطه لاستخدام الكلور؟ وهل الكلور للإيد ولا للأسطح فقط؟ لا، الكلور المفروض ان هو في ناس فعلا بتحطه بتركيزات عالية قوي. هو من يعني الكلور لما يبقى تركيزه 1:10 مية هيبقى كافي جدا وهيبقى فعال في نفس الوقت.
كويس قوي. طيب نفرض دلوقتي ان انا حصل لي زي اكزيما او جفاف شديد من المطهرات بشكل مستمر، ان انا كل يوم بستعملها وكل دقيقه وكل ما اسلم على حد وكل ما امسك حاجه، فبالتالي بتلاقي انه لا الجلد بقى يعني شديد الجفاف، في تشققات احيانا، واحيانا في ناس بتتعور بيظهر لها على شكل اكزيما، فبيكون ايه العلاج يعني او الحل في الحاله دي؟ هو الحل في الموضوع دوت انه احنا المفروض نغسل ايدينا، بعد ما نغسل ايدينا كل مره لازم نحط كريم مرطب، كريم طبي مرطب، وكمان قبل ما البس جوانتي او البس ماسك المفروض ان انا احط كريم مرطب. دي حاجه لو هشتريها من الصيدليه. في كمان حاجات طبيعيه ممكن استخدمها في البيت، زبده الشيا الطبيعيه، الجليسرين، الحاجات الطبيعيه، ليمون احيانا، ولا ليمون ممكن يزود الالتهاب شويه؟ لو في تشققات الليمون هيعمل حكه وهيزود شويه الموضوع. انما في الصبار الالوفيرا دلوقتي حتى مشهور قوي، بنات كتير بيجيبوه للحبوب وكده بالظبط، وللترطيب هو كمان جميل قوي. بيقوموا قاطعين ورقه الشجره ويطلعوا الجل اللي جواه ويحطوه على جلدهم، ده مرطب بيعمل كويس، مرطب كويس قوي، وبيسيبوه يعني ربع ساعه مثلا يبقى كويس جدا للجلد. طيب هل انا مثلا طبعا في الفتره اللي انا موجوده فيها في البيت، خلاص انا عقمت نفسي ورجعت حطيت كحول وعملت كل حاجه، هل ممكن قبل ما انام بقى ان انا استخدم المرطبات مثلا لتاني يوم؟ انا كده مش هخرج بره البيت ومش هسلم على حد ومش هشوف حد، فممكن فتره الليل تكون فيها نسبه الترطيب كويسه قوي للجلد. مهمه جدا فتره الليل دي في ان انا احط مرطبات، لان طبعا الفتره اللي بيقعد فيها المرطب على جلدي بتبقى اطول. في كريمات مخصصه في الصيدليات للموضوع دوت. لا مهمه من النصايح الجميله اللي بنصح بيها الناس. يعني في ناس ساعات بتستعمل مثلا بودره يعني اللبن مثلا مع عسل مع حاجات طبيعيه، بتعمل بيها سكراب احيانا على الجلد، بيكون في حاجات كده ظريفه طبيعيه، هل ده ممكن يفيد ولا لازم استخدم حاجات طبيه؟ لا هو يعني يا ريت لو في سكراب او حاجه هنعملها احنا في البيت، لا اما يبقى دكتور قايل عليها يا اما بلاش، لانه في حاجات لو ما كانتش طبعا لو ما فادتش هتضر. بالذات السكراب في حته الجفاف او الاكزيما لا المفروض نبعد عنه في الفتره دي. طيب الصابون، ان انا مطلوب مني ان انا استخدم الصابون ده طول الوقت، لكن لو انا خارج المنزل وهستعمل الكحول، النسب المظبوطه للكحول اللي استخدمها بحيث ان هي تكون امنه وبتقضي على الفيروس وبتموت الفيروس، نسبه الكحول تكون كام تقريبا؟ هو من 60-90% بيبقى كويس، بس ناخد بالنا انه كل ما نسبه الكحول كانت اعلى كل ما كان ايرتنت او كل ما كان بيلهب الجلد اكتر، فبيحتاج عنايه اكتر. وال 70% بيبقى كويس جدا وهو متوفر في كل الصيدليات. في بعض كمان الهاند جل بيبقى التركيز الكحول فيها 70% بتبقى كويسه قوي. كويس. طيب خلاص انا عقمت وعملت ده، لكن رجعت البيت وهنزل تاني مثلا عندي مشوار او عندي شغل او ايا كان، ممكن احط في الفتره اللي انا موجوده فيها في البيت قبل ما انزل مره تانيه مرطبات؟ وهل الجليسرين لو انا استخدمته احيانا بتيجي تستعملي الجليسرين لو عندك يعني زي جروح او حاجه زي كده بيكون بيحرق احيانا، ولا بيكون مرطب هايل؟ هو الجليسرين كمرطب حاجه كويسه قوي، بس دايما احنا بنقول انه علاج الجفاف العادي بيختلف عن علاج التشققات او الاكزيما. يعني دي ليها بيبقى علاج مختلف عن العلاج دوت، وبيحتاج ان الدكتور يبص علينا ويكتب لنا العلاج المناسب حسب الحاله. هل الاكزيما دي ممكن تستمر معايا لفتره وبتحتاج علاج طويل المدى، ولا هي بسبب الجفاف؟ ما هو الاكزيما دي بتبقى انواع كتيره قوي. في نوع اللي هو الاكزيما التلامسيه، ده ممكن يحصل مع اي حد زي اللي حاصل معانا الفتره دي، ان هو بيبقى بسبب استخدام المطهرات او الكلور الكحول كل الكلام دوت، فوارد يحصل اكزيما تلامسيه مع اي حد، بس دي بتعتمد اكتر على تركيز الماده. يعني لو انا استخدمتها كذا مره زي اللي بيحصل دلوقتي، اكيد مضطرين نغسل ايدينا اكتر من مره. لو انا استخدمت الكحول كتير او بتركيز عالي زي ما قلنا قبل كده، كل الكلام دوت بيسبب الاكزيما التلامسيه.
فدي لو احنا شلنا السبب يعني بيبقى مش بتتكرر يعني تاني. انما لو هي اكزيما بقى اللي هي اتوبيك او حاجه حساسيه موجوده اصلا في الجينات بتاعتي، فدي لا بتروح وتيجي وبتحتاج علاج مستمر، ممكن تختفي وتظهر مره تانيه طبعا. طيب احنا معانا تقرير مهم جدا عن كيفيه استخدام المطهرات، ونعود بعدها نستكمل حوارنا مع الدكتوره هبه الخضراكي. يبحث الجميع عن وسيلة آمنة لتعقيم المنزل وأماكن العمل وتطهيرها خوفا من العدوى بفيروس كورونا. وعلى الرغم أن الكحول الأطبي مفيد جدا، إلا أن هناك الكثير من الأمور التي يجب الانتباه إليها عند استخدامه حتى لا يؤدي إلى حدوث أضرار صحية خطيرة. ونعرض في هذا التقرير الطريقة الصحيحة لاستخدام الكحول الطبي في التعقيم. تستخدم مطهرات تحتوي على 75% من الكحول مع الكلور. المطهرات التي تحتوي على 75% من الكلور قابلة للاشتعال، لذا ينبغي توخي الحذر في تخزينه. الكحول من المواد القابلة للاشتعال، لذا يجب إبقاؤه بعيدا عن النار والمواد القابلة للاشتعال. لا تفتح زجاجة الكحول الطبية أمام النار وابقيها بعيدة عن درجات الحرارة المرتفعة، ويحذر وضع الكحول بجانب سخان الماء. عند استخدام الكحول في تطهير المنزل يجب فتح النوافذ للتهوية. استخدام قطعة قماش نظيفة منغمسة في الكحول لمسح الأسطح أو التطهير، وإلا فإن تأثير الإيثانول في الهواء سيرتفع، ما قد يتسبب في اندلاع حريق. عند تنظيف الأجهزة الكهربائية بالكحول يجب التأكد من فصلها عن مقبس الكهرباء ومسحها بعد أن تخف درجة حرارتها. يحظر تخزين الكثير من الكحول في المنزل، لأن هذا يؤدي إلى مخاطر على السلامة العامة ويهدد باندلاع حريق. مرة أخرى مشاهدينا بنستكمل حوارنا عن كيفية الوقاية من الأثر السلبي للمطهرات وعلى الجلد. الحقيقة يمكن احنا شفنا هذا التقرير ومعانا كمان صور بتوضح انه ازاي الجلد بيتأثر من المطهرات. هل ممكن استخدام المطهرات بشكل زايد ان هو يأثر على جلدنا، انه يكون في جفاف شديد فيما بعد؟ طبعا. ما هو احنا زي ما قلنا قبل كده، الجلد هو عبارة عن ثلاث طبقات. الطبقة الخارجية بيبقى الطبقة دي فيها طبقة دهنية، الطبقة دي بتبقى عازلة وفي نفس الوقت مهمتها انها تحتفظ بالترطيب جوه الجلد. فاستخدام الكحول المتزايد بيشيل الطبقة دي من على الجلد فبيؤدي للجفاف، فلازم باستمرار ان انا اعيد الطبقة الدهنية او اعيد تكوين الدهون على سطح الجلد تاني علشان يبقى وقاية من الجفاف والإكزيما. كويس. هل الإكزيما دي يعني شكلها مثلا بيكون يعني عامل ازاي؟ منين اقدر احكم اذا كان التهاب عادي ولا إكزيما؟ هي الإكزيما بتبقى عبارة عن جفاف شديد قوي في الجلد، وبيبقى مصحوب بحكة واحمرار. وفي بعض الصور معايا هنا، ممكن الصور هتكون معانا حالا على الشاشة، لو موجودة هتبين شكل الجفاف وشكل التشققات والإكزيما. هي الصور، دي أول صورة، مش عارفة واضحة ولا لأ. أيوة واضحة، أنا شايفاها كويس. تمام. الخطوط اللي احنا شايفينها دي إكزيما ولا دي تشققات؟ هي انا الصوره مش واضحه قوي بالنسبه لي الحقيقه، بس هي انا كنت حاطه صور. تهيألي الصوره دي الاولانيه دي جفاف عادي، مش باين فيها جفاف. تشققات جفاف عادي، في كمان شويه احمرار. كويس. طيب في صوره تانية باين فيها الإكزيما قوي. دي صوره تانية. ده برضو جفاف. جفاف برضو. ده جفاف عادي ممكن يحصل مع اي حد مننا نتيجة للاستخدام الكحول. طيب دي بقى كده هنا احنا كده بقى دخلنا في الإكزيما. دي إكزيما اللي هي الحمار الشديد قوي في شكله التهاب. بالظبط، هو بيبقى حمار مصحوب بحكة وجفاف شديد. طيب ده بيكون حله ايه دكتورة؟ ده بيكون دي صعبة قوي كمان. دي كمان ايديها يعني متقطعة. المنظر ده بقينا بنشوفه كتير قوي الفتره دي.
وبالذات الناس اللي عندهم اسباب تخلي الموضوع يزيد معاهم. زي ايه؟ في بعض الناس متعودين ان هم يغسلوا ايديهم بميه سخنه قوي. فالموضوع هو فاكر ان هو كده بيعقم زياده لما يستخدم الميه السخنه. طبعا هو كده بقى بيزود الموضوع جدا، فيا ريت نقلل الموضوع استخدام الميه السخنه. في كمان بعض الناس وبالذات ربات البيوت بيبقى عندهم اصلا نوع من الاكزيما اسمها هاوس وايف اكزيما، او اللي هي الحساسيه بتاعت ربات البيوت، ودي اصلا بتخليهم من كتر استخدام المنظفات في البيت او الصابون السائل وهم بيغسلوا المواعين بتخلي ايديهم يحصل فيها المنظر دوت. فدول احنا بننصحهم ان هم يلبسوا الجوانتي المخصص للموضوع دوت. بتنصحيهم كمان انه يكون في مرطبات او جليسرين او كريم يكون مرطب مثلا قبل ما البس الجوانتي، بحيث ان هو في الفتره انا لابسه فيها الجوانتي ان هو متغطي، فبالتالي ممكن الجلد يتشرب المرطب ده. طبعا دي من بعض الحاجات اللي احنا بعض النصايح اللي احنا بننصح بيها مرضانا. بس هي الحاله دي لازم تلبس جوانتي، يعني هي لازم تلبس جوانتي، لان هي لو كده مع كمان الكحول والظروف اللي احنا فيها لا الموضوع هيبقى عندها يعني مبالغ فيه. في كمان بعض الناس بيبقى عندهم هوس النظافه، دول بقى اللي هم اصلا في الطبيعي بيغسلوا ايديهم عمال على بطال، بيطهروا كل حاجه حواليهم، هو مطلوب الايام دي. بس هو ده بيبقى في بعض الاحيان مؤذي، يعني لو انا قاعده في البيت وما بختلطش بحد وما بخرجش اصلا مش مضطره ان انا استخدم الميه والصابون والكحول. انما لو انا خرجت لا طبعا لازم مهمة. يبقى معايا كحول في شنطتي، لازم يبقى لابسه كمامه، لازم في حاجات اساسيه لازم ده اعمله. مهم ان انا لازم اعقم ايديا وارطبها في نفس الوقت عشان ما يحصلش اكزيما. طيب هل في الحاله انه بيكون في اكزيما او في التهاب شديد لازم طبعا التوجه للطبيب او السؤال انه ايه اللي استخدمه، لانه في الحاله دي لازم علاج طبعا، يعني مش مرطب فقط هو اللي هيحل المشكله، لا مش هيكون كافي في بعض الحالات. اوكي، نصيحه اخيره توجهيها لكل الناس حاليا، احنا كمان معانا الفيديو كمان اللي بيتكلم عن غسيل الايدي بالطريقه السليمه وهنشوفه دلوقتي على الشاشه. مهم قوي ان احنا يكون عندنا الوعي بكيفيه غسيل الايدي بشكل سليم وصحي. احنا معانا الفيديو اهو. هو اللون الازرق ده كانه الصابون، هو غسل ايده بالطريقه العاديه، فالصابون غطى الجزء الاولاني بس. بعد كده ظهر الايد كمان لازم اغسل ظهر ايدي، الصوابع لسه ما تغطتش بالصابون. وبعد كده هلاقي انه الابهام برضو لسه ما تغطاش، فلازم اعمل الابهام، والجزء اللي تحت عند الرسغ برضو لازم، مهم قوي ان انا اغسله بالصابون. لازم انا لازم كلنا نعرف الطريقه دي لغسل الايدين. انا دايما كنت بشوفها قبل العمليات الجراحيه في الافلام. بالظبط هي فعلا كانت فانا حاسه ان هي نفس الطريقه منتشره بين الاطباء فعلا. ولازم احنا نعلمها لاولادنا. صحيح. ونعلمهم كمان وهم واقفين يغسلوا ايديهم يعدوا من 1 لـ20. هيستفيدوا جدا وهنبقى مطمنين عليهم. اوكي كويس جدا. طيب كمان ايه المهم اللي انت تنصحي بيه السيدات عامه والاطفال ويعني الكل الحقيقه، لانه كلنا بنستخدم المطهرات، الكحول بنستخدمه، الكلور في التعقيم الاسطح، لكن يفضل بالنسبه للايد انه يكون الكحول، مش ما نستخدمش الكلور وعليه ميه. ايوه طبعا يفضل الكحول، طبعا هيكون الكحول للايد، لكن الكلور للاسطح، ونسب معينه هي اللي بتستخدم. بالظبط. وفي كمان في الصيدليات بعض الغسول بيبقى غسول مخصص للبشره الجافه. بيبقى فيه ممكن مرطبات، يعني هو الغسول نفسه بيبقى مش مؤذي للجلد. كويس. فده ممكن على اساس انه الفيروس ده بيلتصق بالدهون فقط، فبالتالي انا كل ما بشيل الطبقه الدهنيه كل ما بيكون ده اكثر امانا، صح كده؟ لو الفيروس، انا حضرتك قلتي ان الصابون بيأدي على الفيروس نفسه. بالزبط. فبالتالي انا كل ما يكون بشرتي جافه ان انا بستخدم المنظف او بستخدم الكلور او الكحول او الغسول، فكده انا بعقم نفسي بشكل امن. بالظبط. وهو عامه الصابون بيبقى زي في يعني الجزيئات بتاعته بتقدر تمسك في جزء من الميه وجزء من الصابون. أوكي. يعني بتقدر تمسك في الميه، بتحب الميه وبتحب الدهون، فلما هي هتمسك هنا وهنا هتقدر تفتت الدهون اللي على الفيروس.
نصيحة أخيرة توجهيها لكل الشعب المصري في كيفية حماية نفسه من يعني الإصابة بأي من الأمراض الجلدية الناتجة عن استخدام المطهرات والمنظفات. هو احنا طبعا لازم نهتم جدا بالكريمات بتاعتنا، يعني لازم يبقى عندنا روتين للعناية بجلدنا سواء صباحي أو مسائي. والأهم من كل دوت ان احنا اصلا مفروض على قد ما نقدر ما ننزلش من البيت علشان الفيروس، نلتزم بالمنزل ان احنا يكون عندنا تباعد اجتماعي. طبعا ده مهم تباعد جدا. اجتماعي، وبما اننا ببعضنا اضطر ان هو ينزل فلازم نهتم قوي بلبس الماسكات والجوانتيات وكل الحاجات الوقائيه، الاجراءات الوقائيه. اكيد اكيد، ربنا يسلمنا جميعا يا رب. اكيد، بنشكرك جدا، نورتينا دكتوره هبه الخضراجي اخصائي جلديه وتناسليه. بشكر حضرتك جدا، نورتينا ومعلومات كلها مفيده جدا. ونلتقي والفقره القادمه وكيفيه إدارة المرأة للأزمات بعد الفاصل. بنعود مرة أخرى مشاهدينا، وفقرتنا الحالية خاصة بالمرأة وإدارة الأزمات. الحقيقة دايما بنجد أنه المرأة عليها دور كبير جدا داخل المنزل وخارج المنزل وفي العمل، عندها نوع من الحكمة والصبر في إدارة الأمور. هنتكلم عن كل ده من خلال لقائنا مع الدكتور مجدي الفرماوي، أستاذ إدارة الأزمات بأكاديمية السادات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. حقيقة يعني إحنا العالم كله بيواجه هذا الفيروس القاتل كورونا، بنجد ان الام او المراه عليها دور مهم جدا داخل الاسره في اداره الازمات، لكن حضرتك قلت لي ان في شيء مهم جدا لازم نوضحه، انه في فرق ما بين الازمه والكارثه، الاختلاف في ايه؟ والله هو الناس بتخلط كتير قوي ما بين المفهومين دول. لو احنا فكينا الاشتباك من المفاهيم نقدر نتعامل. الازمه ايه هي الازمه؟ الازمه عباره عن خلل. خلل بيهدد الكيان كله. طب الكيان ده ايه؟ دولة، منظمة، أسرة، فرد، بيهدده وبيهدد الثوابت والافتراضات القائمة عليها. عشان احسبها أزمة لازم يحصل الاثنين دول. طب ما حصلش انها بتهدد هذا، تبقى مشكلة، تبقى أي حاجة غير أزمة. طب دي الأزمة. الكارثة حالة مدمرة يحدث فيها ايه؟ وفيات، يعني خسائر بشريه وخسائر ماديه زي ما احنا شايفين على مستوى العالم. طيب الكارثه ليست ازمه، ولكن ينتج عن الكارثه ايه؟ عده ازمات. الكورونا ايه؟ كارثه. طب ناتج عنه ايه؟ ازمات اقتصاديه، صحيه، نقص في السلع، نقص نقص نقص، كل دي ازمات نتعامل معاها كازمه مش ككارثه. يبقى التفرقه دي مهمه في ايه؟ ان انا اتعامل مع ايه؟ مع الازمه كازمه والكارثه النتيجه للكارثه. بالظبط كده. الازمات نتائج لايه؟ ولكن ليست في حد ذاتها كارثه او ازمه. طيب دايما بنقول ان المراه عليها دور مهم جدا وعليها عدد كبير جدا من الاعباء داخل المنزل وخارج المنزل. اول شيء ان هي بنسمع كتير جدا من الشائعات، وبالتالي لابد أن تكون المرأة على وعي كامل بالمعلومات السليمة والصحيحة وتوصلها للأولاد بشكل يكون بسيط، وأن هي تكون متأكدة من المصادر لما تسمع شيء من الأولاد أو تسمع شيء بشكل عام، أن هي يكون عندها المعلومات السليمة والصحيحة والمصادر موثوق منها أن هي بترد بيها. طبعا الشائعة ما بتظهرش فجأة، ليها إنذارات. يعني احنا عايشين في جو ازمات للكورونا دلوقتي، يبقى الناس اللي بتطلق شائعات ليها غرض. صح. طيب الام في البيت لابد ان يكون عندها ايه؟ تنبؤ، او عندها توقعات ايه اللي هيحصل، والحلول البديله. والحلول البديله بسيناريوهات. طيب الازمه تعمل فيها ايه؟ الشائعه تعمل فيها ايه؟ انا باجي اقول لحضرتك ايه، انا سمعت الناس بيقولوا، هي في الشغل جايه على بيتها، سمعت من زميلتها ده بيقولوا ان السكر اتمنع، ان الرز اتمنع، ان التموين عمل كذا، انه طب مين اللي بيقوله؟ هي بس تسال السؤال ده نفسها. مين اللي بيقوله؟ اللي بيقوله مفيش. صح. مطلق الشائعه بيطلقها وهو نفسه عارف انها هتمشي ازاي. طيب
يبقى بلاش انا اصدق الا المصدر الوحيد. مصدر ايه؟ الدوله. النهارده مركز اتاكد الاول من المعلومات بيقول كل يوم الشائعه والحقيقه. صحيح. طب الولاد بقى اتابعهم ازاي؟ البنت الولد داخلين من بره على غير عادته. بنتي دخلت قفلت على نفسها باب اوضتها. هو ده انذار ولا مش انذار؟ انذار ان في حاجه. صح. اتابع ولا اكبر؟ لا، لازم اتابع. لازم اتابع. لكن كيفيه المتابعه والتدخل يكون ازاي؟ لانه الاولاد كمان بيكون عندنا اعمار مختلفه، وعندنا فترات بتكون يعني الحقيقه صعبه جدا في التعامل، زي فتره المراهقه مثلا. فازاي اتدخل وازاي اصحح المعلومه؟ ده كمان ليه فن. صاحب، اصاحب البنت والولد. يعني دايما الزوجه اللي بتعمل كده ان هي اللي بتصاحب ابنها وبنتها غير الزوج. ليه؟ هتسمع منه بدل ما يحكي لاصحابه، ويسمع هي يحكي لها. طب دي بتيجي منين؟ نبعد عن العنف، نبعد عن النهر، لانه دايما يعني الولاد عايزين ايه؟ عايزين الطبع اللي حاطه ربنا في الام في المراه، اللي هو ايه؟ التعاطف، التعاون، المصاحبه للاولاد. اقرب واحده من انا مين اللي بيسال؟ مين اللي بيسال؟ الام. دلوقتي النهارده لما يعني حضرتك يعني والدتك بتكلمك في التليفون، واول ما تقولي الو يحصل ايه؟ مالك؟ مين اللي بيعرف؟ بتعرف من الصوت، من الصوت او الطريقه. فهنا العلاقه بين الام علاقه تستثمرها في ايه؟ في انها تدير اي ازمه بالانذار المبكر اللي بتديها الالارم، اللي بتديها الأزمة دي قبل ما تحصل. هل الـ الـ المرأة عندها المقومات لإدارة الأزمات، ولا ده بيحتاج كمان تدريب؟ يعني هي كل مرة يعني بيكون موضوع فيه اختبار بتنجح فيه، وبعد كده بنجد إن هي كل مرة بتنجح فيه اختبارات مختلفة، فأعتقد إن هي عندها هذه القدرة. لكن إحنا هناخد فاصل وبعدها نعود مرة أخرى نستكمل حوارنا. نعود مرة أخرى مشاهدينا نستكمل حوارنا مع دكتور مجدي الفرماوي، أستاذ إدارة الأزمات. يمكن دكتور مجدي مهم قوي إن احنا زي ما اتكلمنا على نجاح المرأة في إدارة الأزمات، أكيد في خطوات لنجاح هذه الإدارة. ما هي الخطوات؟ خطوات إدارة الأزمات هم 5 خطوات معروفين ومهمين جدا، أتمنى إن المرأة تحفظها. كل الناس تحفظها، بس المرأة بالذات، لأن يعني أنا يمكن القيادة السياسية بتراهن على المرأة المصرية. صحيح. وفي العالم النهاردة نجاحات يعني كبح جماح كورونا كانت نسائية في القيادات. فالنهاردة ايه هي 5؟ اول حاجة اكتشاف اشارات الانذار المبكر. التقط، زي ما بقول لحضرتك كده، اي حاجة بتظهر غير طبيعية دي إشارة، زي بالظبط العربية لما فيها لمبة مشكلة لمبة بتاعت البنزين بتعمل وميض وبعدين بتثبت. طب الوميض ده إنذار لإيه؟ إن البنزين هيخلص. هي الإشارات كده. طب النجاح هنا في إدارة الأزمة يتوقف عليه يا دكتور على إيه؟ على إن أنا ألتقط الإشارة الصح، وما تكونش ضوضاء عادية، تبقى إشارة حقيقية. طيب التقطت الإشارة بتاعت الإنذار، أعمل إيه؟ استعد بقى، اعمل استعداد ووقايه، زي ما حصل مجلس الوزراء قام بالدور ده تماما. التقط الاشارات واستعد قبل ايه؟ قبل وقوع الازمه. شكل هايل الحقيقه. جدا رائع. طيب استعد كويس وعمل وقايه. طيب الازمه وقعت برضه. ما منعتش، يبقى مش هتعلم هنا. الاثنين دول بسموهم اداره بالمبادره. بالمبادره يعني ايه؟ ببكر قبل وقوع الازمات. طب وقعت الازمه، اجري احتوي ايه؟ الاحتواء للازمه، للخسائر. عشان الخسائر ما تبقاش كتيره، واعمل عزل. لايه؟ الازمه تفحلت هنا وتفشت، لا اعزل هنا عشان ما تنتقلش. يبقى انا بعمل ايه؟ بحد من الخسائر. لانها وقعت. طيب بعد ما حددت من الخسائر استعيد بقى النشاط، ما اقفش. وكل ده حاصل اليومين دول في موضوع اداره الازمه بالنسبه للدوله. صحيح. بالنسبه للبيت برضو كده، التقط واستعد.
الزوجة الأم تستعد بعد ما التقطت الإشارة دي قبل ما تقع الأزمة. صحيح. ولما تقع الأزمة هتعمل إيه؟ هتحتوي الأضرار وبعدين ترجع للنشاط تاني تمارس حياتها. المهم بعد كده أعمل إيه؟ حاجة مهمة جدا، أتعلم. أدرس. إذن أنا ممكن أن أنا أتعلم من كل أزمة بقدرها بنجاح، أو يعني حتى لو في احيانا اخطاء ان انا بتعلم الاخطاء دي. مش شرط، ما دي سيميوليشن، دي محاكاه. انت النهارده حضرتك لما تعملي محاكاه لاخلاء المبنى، صح، الموظفين هينزلوا ازاي والعاملين؟ بتراخي. اللي بيأزأز لب، اللي بيشوف السيجاره. انما اكتر حاجه سيميوليشن حقيقي ان انت تصوري الازمه سلوك الناس فيها ازاي، عشان بعد كده اتعلم ده الناس تدافعت وهما نازلين، ده الناس خارجة زي فكرة إدارة الأزمات في الحرائق مثلا، يعني بيحصل كده. ده ان انا اتعلم من بعد الأزمة على طول او اثناء الأزمة علشان بعد كده، لان في ناس بتعمل ايه، بتقفل الملف بعد الأزمة او الكارثة وتقول ده في اوجاع وفي دموع، لا خلاص بقى ما افتحوش تاني ابدا. نرجع بالعكس، ان انا استفيد من اخطائي او من ادارتي للازمات ونجحت يمكن فيها، ممكن اتعلم منها، بل بالعكس ممكن اضيف عليها كمان، واضيف عليها عشان ما تتكررش تاني. ما الازمات بتتكرر ليه؟ ما عشان انا ما اتعلمتش. صحيح. فدي مهمه يعني. كويس قوي. حضرتك بتقول ايه لكل اسره مصريه حاليا؟ الدوله قامت بالواجب الحقيقه تجاه الشعب المصري كله، حاولت ان هي تحافظ عليه، ان هو يلتزم المنازل، ان هو يخرج عند الضروره، كل دي اجراءات وقائيه مهمه جدا، لكن كمان مهم قوي التباعد الاجتماعي، فده من ضمن اداره الازمات ايضا. طبعا. ده دور الام. دور الام هنا ابنها الشباب بيبقى نفسه يخرج زهقان، ازاي تمنعه برفق ان هو ايه يخرج. انا بشوف شباب، طب خرج ازاي من بيته؟ والدته ووالده قالوا له ايه؟ خرج. طيب ازاي تتعامل مع الحته دي؟ الام تقول لابنها انت ترضى ترجع تموتنا؟ ما هو هيعمل ايه؟ لو خرج تقول له نتائج خروجه ده ايه اللي هيتم بناء على خروجه من اضرار؟ هو مش هيجرى له حاجه، والدته دي والده اللي بيحبهم هم اللي هيجرى لهم. انا بشوف شباب كتير قوي، حتى كان برنامج امبارح دي ام سي مساء دي عملوا تقرير مع الناس بيسالوا الشباب انت لسه بتاخد الاجراءات الاحترازيه؟ قال لهم لا انا كبرت انا زهقت. شباب رغم ان في البدايه كله كان ملتزم جدا في البدايه، بعد كده عملوا ايه؟ لا ما احنا لازم، مهم ان احنا يعني نلتزم بكل الاجراءات دي، بل بالعكس ان احنا نزودها كمان. دور مين يا دكتور؟ دور بقى الدوله عملت اللي عليها تماما. صحيح تماما، يعني ما فيش حاجه يقدروا يعملوها تاني، انما ده دور المواطن. دور المواطن، دور المواطن انه يدرك، لانه مش مدرك انها حياه او موت. كورونا حياه او موت، ومش حياه وموت ليه هو الشخص، للاخرين، للاخرين ولاسرته اللي هو بيحبهم. يعني ما فيش بيت الا وفي ناس قرايبه جالهم وممكن يكون هو تقريبا بيكون الدرس قاسي لما نكون نسمع عن حد نعرفه او قريب مننا، فنبدا ناخد الموضوع بشكل جد شويه. ودول الملتزمين. اللي مش ملتزم هو اللي ما جالوش حد لغايه دلوقتي. بس ممكن يجي له وارد. طبعا وارد جدا، يعني لانه يعني سريع الانتشار. انا دايما بقول طالما خرجت بره البيت وارد اي حاجه. لان القعده في البيت بتقطع سلسله انتقال الفيروس من شخص لاخر، مش كده؟ يعني احنا عددنا في المبرونة عضو في إذن البيت. المرأة عليها دور مهم جدا في نجاحها، ان هي تخلي جميع افراد الاسرة يلتزموا بالمنزل. صراحة هي اللي بتهيئ البيت وتخليه جميل جدا وتخليه جنة، هي اللي بتأكل وتشرب وهي اللي بتسري عن الولاد. هي المرأة، انا صراحة شخصيا يعني داعم ليها جدا. ومن لا كمان ان عندنا الطلاب كلهم بيذاكروا اونلاين حاليا، فكله موجود في المنزل، يعني حتى لو هي كانت بتاخد اجازه شويه منهم وهي بتشتغل كلهم موجودين أونلاين حاليا. طب شفت الدكتوره ميرفت السيد اللي هي في مستشفى العزل في العجمي، لما جابوها بتقابل ولادها وجوزها عن طريق البوابه الحديديه، وهي قاعده 65 يوم، فوق ال 65 يوم في مستشفى العزل ما بتروحش، ان هي مديره المستشفى. صحيح. طب دي سيده نقول عليها ايه؟ الدكتورة هالة وزيرة الصحة لما سافرت بكين في عز الأزمة، الأزمة مليون رجل يخشى أنه يروح حد إيطاليا،
وراحت ايطاليا برضو في عز. طب هي ليه بتجاز؟ هي المراه ربنا حباها بهذا التعاطف وهذا التعاون وهذه المحبه، وبالرغم من ايه انها حاسمه عندها حسم مش موجود عند الرجال، وعندها الحقيقه هي بتقول دائما الحقيقه. واداروا ازاي يعني الناس؟ صحيح. الناس بتوع يعني. طب خلينا ناخد نموذج كده على مستوى الدول المختلفه، يمكن في دول كتيره جدا نجحت في اداره الازمه ومن خلال السيدات، يمكن ميركل كانت واضحه جدا في البدايه مع الشعب، والحقيقه يمكن المانيا من ضمن الدول اللي بيتراجع فيها الفيروس او نسبه الوفيات بالتحديد، يعني هم عندهم الاصابات كتيره صحيح لكن نسبه الوفيات قليله بالنسبه لدول اخرى في اوروبا. مجله فوربس الامريكيه عملت بحث عن الموضوع ده وقالت ليه القيادات النسائية اللي بتقود دول 7% من القيادات نساء نجحوا في إدارة الأزمة وكارثة كورونا أكتر من الرجال. ليه؟ وقالوا النتيجة إيه؟ يعني ألمانيا، نيوزيلندا، أيسلندا، فنلندا، تايوان، كل دي قيادات نسائية. طب عملوا إيه؟ إيه الفارق؟ هل السياسة بتاعتهم في الإدارة تختلف عن الرجال؟ أبدا، هي الإدارة واحدة. ولا فكرة التوقعات، التنبؤ. التنبؤ. أنا بركز على التنبؤ والاستباقية والتبكير في الإجراءات. صحيح. كل اللي بكر في الإجراءات نجح. يعني فهم عملوا إيه؟ من يناير كانت فنلندا جسيدة أو اسمها يعني على ما أعتقد كان عندها ست وفيات. عملت حظر شامل، حتى وزير الصحه الفنلندي طلع على البحر خليته يقدم استقالته. صحيح ما قبلتهاش بس اجراءات حاسمه. بالاضافه الى انها خصمت 20% من راتبها وراتب الوزراء لصالح مين؟ لصالح محاربه كورونا. كل النساء دول المجله قالت ايه؟ قالت الحقيقة، قالوا الحقيقة من البداية. كويس. ميركل قالت 70% وجهه. نمرة 2 الحب. نمرة 3 التكنولوجيا. نمرة 4 الحسم. بالرغم من ده كله بالزبط. الحسم ده نجاح. يعني وبعدين مفيش بقى العنجهية، مفيش النرجسية، هم يعني عملوا تنوع في القرار انه النساء والرجال والمتخصصين ناخد رايهم، ما يبقاش راي واحد. صح. وده موجود في النساء عن الرجال صدقيني. يعني ممكن الرجاله تزعل مني ان انا متحيز للمراه، ولكن بس هي عندها اداره ازمات جيده جدا الحقيقه. فعلا يعني بتدير ازمه من ايام ما انا كنت طفل ووالدتي يعني بشوفها هي بتعمل ايه في ازمات الحياه، لان الانسان الازمات دي نسيج صحيح. الحياه صحيح. من زمان. صحيح. فكانت بتعمل ايه؟ كنت بقول يا رب يخليها وما تموتش ابدا. انت شوفي من وانا صغير. ليه؟ لان هي القادره، هي اللي احنا بنلجا لها لغايه النهارده. حضرتك اضرب لك مثل كده، اولادي بيكلموا مين في التليفون في وقت الازمات؟ مامتهم. انا راجل يعني خلفيتي، رغم ان حضرتك متخصص في اداره الازمات، متخصص وخلفيتي ضابط شرطه يعني. بيكلموها هي، بيلجأوا ليها هي. طب ليه؟ ايه السبب ان ولادي من طفولتهم لغايه ما كبروا وخلفوا؟ هل تكوين المرأة او طريقة التفكير بيكون فيها تنوع، او التفكير والتركيز في اكتر من جانب في نفس الوقت؟ يمكن ده تشريح المخ الخاص بالمرأة، هو بيقول كده يعني ان احنا بنقدر ان احنا نركز في اكتر من جانب في نفس الوقت. ده صحيح، بتقدر تشتغل في كذا يعني موضوع بيهم الأسرة في وقت واحد يا دكتور. وبنفس التركيز. طب مين يقدر كده؟ بالظبط. ومين عنده الصبر؟ الصبر يعني من كنت زوجة بتشتغل وعندها طفلين صغنانين. صحيح. الفرق بينهم سنة ونص ولا سنتين. بالظبط. وتعمل ايه؟ تعمل ايه؟ ترجع من الشغل تلحق تطبخ، تلحق تعمل، تعمل كل حاجة. أكيد. طب دي مش إدارة أزمة؟ تحية لكل امرأة. أنا بحيي كل امرأة، أخت، أم، زوجة، ابنة، يعني حقيقي يعني بحييها، لأنه أنا متحيز ليها جدا. أكيد. لأن هي
شايله شايله جامد طبعا، واعتقد القياده السياسيه بتراهن عليها جامد، وبيطلب منها الرئيس، بيطلب يعني بيطلب من الشعب ارجوكوا كذا، ويقوم طالب منين؟ المراه. صحيح انت، لان هي المراه ليها دور جامد جدا. اكيد انا بشكر حضرتك جدا دكتور مجدي الفرماوي استاذ اداره الازمات باكاديميه السادات، نورتنا وشرفتنا، كل سنه وحضرتك طيب. بشكركم مشاهدينا، بكره ان شاء الله فريق اعمال جديد وزينه جديده، الى اللقاء. سعيد بك.